طلبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشرح مع بعض أول درس من دروسنا في الجبرا اللي هو An Introduction in Complex Number. طبعا دي مقدمة في الكومبلكس نمبر، وهنحل مع بعض الأسئلة على طول، ومن خلال الحل هنقدر نقول شرح بعض الحاجات. طيب أول سؤال عندي هنا بيقول لي Put each of the following in the simplest form. طيب أول حاجة هنا قال لي I to the power 24، عايزها in simplest form. طيب I to the power 24 in the simplest form هنا لازم أولا نفتكر مع بعض شوية حاجات هنقولها ضروري. إيه الحاجات ديت؟ نيجي هنا في درافت هنا اهوت ونقول إيه؟ يقول عندي هنا I equal I، نفتكر بس مع بعض، وعندي هنا ال I to the power 2 equal negative 1، ودي الفرضية الأساسية عندنا اللي هي الإيميجينري بارت، الإيميجينري نمبر اللي هو I to the power 2 equal negative 1. طيب يبقى ال I equal I، ال I to the power 2 equal negative 1، I to the power 3 اللي هي عبارة عن I to the power 2 times I، فديت عندي هنا I to the power 2 equal negative 1 times I، يبقى الناتج عندي هنا هيكون equal negative I. طيب تاني حاجة عندي هنا I to the power 4 اللي هي عبارة عن I to the power 2 times I to the power 2، يعني negative 1 times negative 1 equal 1. طيب الحاجات دي الأساسية اللي احنا هنستخدمها عندنا في الحل. طيب حد يقول لي طب I to the power 5، أقول له هنا ديت period وهترجع تتعاد تاني، يعني I to the power 5 هتبقى equal I to the power 6 هتبقى equal negative 1، I to the power 7 هتبقى negative I، و I to the power 8 هتبقى equal 1. من هنا بنستنتج حاجة إن أنا عندي هنا multiples of 4، ده لما تكون في الباور يبقى الناتج عندي هيكون equal كام؟ equal 1، وده يحل لي أول سؤال معايا، لأنه هنا بيقول لي I to the power 24 يبقى الناتج عندي هيكون equal 1. ليه equal 1؟ لأن عندي هنا 24 دي multiples of 4. طيب نيجي على السؤال اللي بعده، قال لي هنا I to the power نمبر 4، احنا طبعا هناخد لاين كده مش هناخد كل الأسئلة عشان نحل كل الأفكار. قال لي هنا I to the power negative 43. طيب أنا عندي هنا بسأل سؤال، بقول لو أنا عملت هنا الـ I to the power negative 43 دي عملتها تايمز 1، في أي مشكلة بتقابلني؟ لا طبعا مفيش أي مشكلة. يبقى أنا عندي هنا هنقول هنا I to the power negative 43 تايمز 1، هنقول هنا هوت I to the power 44. الله فين الـ 1 ده؟ احنا قلنا عندي هنا multiples of 4 يبقى عندي هنا equal 1، فده هو equal 1، I to the power 44 ده equal 1. طيب I to the power 44 اشمعنى اخترت I to the power 44 ما اخترتش حاجة تانية غيرها؟ لان عندي هنا الباور نيجاتيف لازم اجيب باور اكبر منه عشان الناتج عندي او المحصلة النهائية يكون عندي هنا الباور بالبوزيتيف. طيب ليه اخترت ال 44 برضو من البوزيتيف؟ ما فيه كتير بالبوزيتيف، انا عايز اللي اكبر منه مباشرة، اللي اكبر منه ايه مباشرة. فنيجي هنا احنا طبعا عندي في التايمز بنجمع الباور، يبقى بقول عندي هنا I هتبقى 2 the power هنا 44 plus negative 43 يبقى equal I to the power 1، يبقى الإجابة عندي هنا هتكون I to the power 1. نيجي على السؤال اللي بعده بيقول لي إيه هنا؟ قال لي 1 over I to the power 4 اللي هي number 7، قال لي هنا 1 divided by I to the power 4. طيب إحنا لسه قايلين 1 divided by I to the power 4 اللي هي 1، يبقى 1 divided by 1 equal 1. If n is integer write each of the following in the simplest form. يبقى عندي هنا بيتكلم لي طبعا ان ال n دوت integer، واحنا عارفين ال integer اللي هي عندي هنا 0 1 2 3 to positive integer او 2 to the positive infinity، وعندي هنا negative 1 negative 2 negative 3 to the negative a infinity. يبقى عندي هنا لو جينا number 2 السؤال الثاني، عندي هنا 1 اللي هو قال لي i to the power 8n، طبعا ال n ده integer وال 8 دوت multiples of 4، فالناتج عندي مباشرة يعني هيكون equal كام؟ equal 1. طيب نيجي على السؤال التاني اللي بعده، قال لي هنا i to the power 4n plus 42. اسمحوا لي اجزأ دي، يعني اجزأ الباور عندي، يعني ايه اجزأه؟ يعني عندي انا في الاصل ارجعه الاصل اللي هو كان عبارة عن i to the power 4n times i to the power 42. طيب ليه انا جزأته بالشكل ده؟ وانا عملت ده تايمز هقول ايه؟ هقول هنا ادام البيز عندي هنا زي بعضه، يعني هنا i وهنا i، يبقى هنا هنعمل ايه في الباور؟ هنعمل اديشن للباور، يبقى 4n plus 42 اللي هي دي. طيب انا ليه جزأته؟ لان انا عارف ان ديت equal 1 عندي، معروفة ديت equal كام؟ equal 1. طب وبعدين يبقى الناتج عندي هيكون i to the power 42. طب هستفيد ايه؟ هستفيد عندي ان انا هنا هشوف ال i 42 ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن i to the power 40 times i to the power 2. اشمعنى 40؟ عشان ال 40 ده multiples of 4 وقلنا بيبقى equal 1. طب ليه اخدته المره دي اقل منها؟ لان الباور عندي بالبوزيتيف وعايز الباقي يكون بوزيتيف عندي. طب الباقي هيكون كام؟
الباقي عندي هنا اللي هو اي تو ذا بار 2 ده طبعا 1 واي تو ذا بار 2 احنا لسه متفقين من شويه اللي هو ايكوال نيجاتيف 1 فالناتج عندي يكون ايكوال نيجاتيف 1 يبقى المحصله النهائيه عندي هنا او الناتج ايكوال كام ايكوال نيجاتيف 1 نمبر 1 اهوت قال لي عايز سكوير روت للنيجاتيف 15 طيب النيجاتيف 15 عشان نبقى بس متفقين مع بعض احنا هنحط ديت تحت السكور اهوت عباره عن كام عباره عن نيجاتيف 1 تايمز 15 مش كده يعني النيجاتيف 15 عباره عن نيجاتيف 1 تايمز 15 واحنا لسه متفقين من شويه ان النيجاتيف 1 ديت عباره عن اي تو ذا بار 2 فيبقى عندي هنا 15 اي تو ذا بار 2 طب الاي تو ذا بار 2 تطلع من تحت السكور روت يبقى عندي هنا سكور روت لل 15 اي يبقى عندي هنا لما اشوف نيجاتيف تحت السكور روت تطلع بره السكور روت باي على طول يعني مثلا لو قال لي ايه لو قال انا عايز هنا السكور روت للنيجاتيف 3 يبقى عندي الناتج على طول هيكون ايكوال سكور روت لل 3 اي النيجاتيف طلعت باي على طول مباشره بدون تفكير وبدون ما نعرف ان هي جت من فين احنا خلاص عرفنا ان هي جت من فين فنستخدمها على طول بقى مباشره طيب ناخد حاجه ثانيه السؤال اللي بعده قال لي هنا قال لي 3 اي تايمز نيجاتيف 2 اي طيب نكتبه اهوت مع بعض عشان نبقى احنا بس شوف شايفينه يبقى عندي هنا نمبر 4 قال لي 3 اي تايمز نيجاتيف 2 اي طيب 3 اي تايمز نيجاتيف 2 اي هنعمل تايمز عادي مباشره خلاص اهوت 3 اي تايمز 3 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 6 وعندي هنا اي تايمز اي ايكوال اي تو ذا بار 2 يبقى عندي هنا نيجاتيف 6 تايمز اي تو ذا بار 2 الاي تو ذا بار 2 بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 6 يبقى الناتج عندي هيكون ايكوال 6 طيب نشوف كمان سؤال ناخد نوعيه ثانيه من الاسئله بيقول لي هنا find the result of each of the following in the simplest form عايز هنا دوت في السمبلست فورم بتاعها اول سؤال عندي بيقول لي ايه قال لي 3 plus 2i plus عندي هنا 2 minus 5i طيب انا عشان نبقى احنا بس متفقين مع بعض لازم ابص عندي هنا على الكومبلكس نمبر دوت اللي هو عباره عن 3 plus 2i طب ال 3 بلس 2i دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عندي هنا بنسمي دوت real part real part لانه رقم حقيقي اهوت اسمه 3 بلس 2i 2i دوت بنسميه imaginary part يبقى عندي هنا الكومبلكس نمبر بمقسوم جزئين الجزء الاولاني اللي هو اسمه real part والجزء الثاني اسمه imaginary part فلما باجي اعمل addition او subtraction باخد real part مع real part والimaginary part مع imaginary part فبنقول هنا 3 بلس 2 equal 5 تمام وعندي هنا 2i plus negative 5i يبقى equal negative 3i ويبقى ديت عندي هنا السمبلست فورم بتاعتي طيب لو جينا ناخد حاجه ثانيه السؤال اللي بعده اللي هنا نمبر 3 2 minus عندي هنا 1 minus 2i plus 4 minus 5i minus عندي هنا 1 minus 3i لما اجي احل مساله زي كده لازم اظبط المساله شويه عشان يعني ما اختلفش في ساين او اي حاجه ما نغلطش فيها فبنقول ايكوال عندي هنا احنا عارفين النيجاتيف بتدخل على اي براك بتغير الساين بتاعته يعني عندي هنا هقول ايه هقول 2 وعندي هنا نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف تايمز بوزيتيف عندي هنا سوري نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف يبقى بوزيتيف 2i بلس 4 ماينس 5i هكتبها زي ما هي لان ده بلس عندي هنا نيجاتيف برضه غير للساين يبقى نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف 1 ونيجاتيف تايمز نيجاتيف ببوزيتيف 3i طيب ما نيجي نعمل هنا اديشن زي ما قلنا بناخد الريال بارت مع بعضه والايماجيني بارت مع بعضه فبقول هنا 2 ماينس 1 ايكوال 1 بلس 4 ايكوال 5 تمام 5 ماينس 1 ايكوال 4 اكتب ال 4 تعالوا بقى عندي هنا نشوف الايماجيني بارت نقول هنا 2i نيجاتيف 5i يبقى ايكوال نيجاتيف 3i وبوزيتيف 3i يبقى ايكوال 0 يبقى الناتج النهائي عندي هنا ايكوال 4 طيب تعالوا نشوف واحده ثانيه نمبر 5 بيقول لي 4 ماينس 3i تايمز 4 بلس 3i عندي هنا في التايمز لا بقى ما يعني ما اقولش ان انا هاخد والله الايماجيني بارت مع الايماجيني لا احنا هنا بنعمل ملتيبلاينج عادي وبالمصادفه عندي هنا نلاحظ حاجه ان ده الكونجوجات بتاع دوت يبقى عندي هنا الكومبلكس نمبر دوت الكونجوجات بتاع ده او ده الكونجوجات بتاع التاني سي يعني كل واحد فيهم يعتبر كونجوجات للتاني ايه هي شروط الكونجوجات
كونجوجيت بيكون عندي هنا الريال بارت هو نفسه، تمام. والايمجينري بارت بيكون مختلف في الاشاره. انا عندي لو جيت هنا قلت انا عايز الكونجوجيت بتاع ال 4 minus 3 i هقول له 4 plus 3 i. طب ليه غيرت الساين بتاعت الايمجينري بارت بس ماليش علاقه بالريال بارت؟ الريال بارت زي ما هو، لكن غير الساين بتاعت الايمجينري بارت بس، تمام. طيب هنا بستفيد ايه من الكونجوجيت دوت؟ كونجوجات عندي هنا بنعمل فيرست تيرم تايمز الفيرست تيرم هنا، والسكند تيرم تايمز السكند تيرم. طب حد يجي يقول لي الميدل تيرم، هقول له لا، ما هو الميدل تيرم بيروح. ليه بيضيع عندي؟ لان الناتج بتاعه بيكون ايكوال زيرو، وديت الاستفاده الكويسه عندي هنا من الكونجوجات. طيب حاصل الملتبلاينج دوت بيكون ايكوال ايه؟ بيكون ايكوال ريال نمبر، يعني بيديني ريال نمبر ما بيدينيش كومبلكس نمبر، تمام. طبعا احنا برضو كومبلكس اند نوت ريل، يعني في فرق بين كومبلكس اند نوت ريل وريل، لان انا عندي هنا الريال نمبر كلها نقدر نقول عليها كومبلكس، تمام. ازاي هنقولها دلوقتي بس بعد ما نشرح دي. فبنقول هنا 4 تايمز 4 ايكوال 16، عندي هنا نيجاتيف تايمز بوزيتيف ايكوال نيجاتيف، 3 اي تايمز 3 اي ايكوال عندي هنا 9 اي باور 2. طيب 9 باور 2 انا عارف ان الاي تو ذا باور 2 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 9 ايكوال بوزيتيف 9، يبقى عندي هنا هتبقى 16 بلس 9 ايكوال 25، وده اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، وان الناتج هيكون عندي هنا ريال نمبر، تمام. طيب ده انا اقول عليه ريال نمبر واقدر اقول عليه كومبلكس نمبر. طب ازاي كومبلكس نمبر؟ ما انا هقول هنا الايمجينري بارت بتاعه الكوفيشنت اوف اي ايكوال 0، فيبقى عندي هنا بلس 0 اي، فبقى 0 تايمز اي ايكوال 0، فاللي ظهر لي هنا 25 بس، تمام، مفهومه كده. طيب تعالوا ناخد مساله ثانيه، مثلا ناخد نمبر 11، بيقول لي ايه هنا؟ 1 بلس 2 اي بور 2 تايمز 2 بلس 3 اي تو ذا بور 5 بلس 4 اي تو ذا بور 6. طب والله انا عندي المساله ديت كويسه، ولكن عندي هنا قبل ما ابتدي في حلها لازم اعملها سمبلست فورم، يعني اعمل سمبلست فورم اللي جوه البراكتس نفسها. يعني ازاي؟ يعني عندي هنا بنقول هنا ايكوال ادي ال1، عندي هنا اي تو ذا بور 2 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 2 ايكوال نيجاتيف 2. يبقى دي اول حاجه، اول سمبلست فورم في البراكت اللي معايا الاولاني. طب نيجي على البراكت الثاني، فادي ال2 كتبناها بلس. طب نستنى نشوف هنعمل بلس ولا ماينس على حسب الاي تو ذا باور 5. الاي تو ذا باور 5 عندي هنا احنا عارفين ان هي عباره عن اي تو ذا باور 4 تايمز اي. طب اي تو ذا باور 4 ب1، طب واللي باقي اي تو ذا باور 1، يبقى نكتب بلس 3 اي. اوكي طيب نيجي على اللي بعدها، عندي هنا 4i to the power 6، الi to the power 6 عباره عن i to the power 4 تايمز i to the power 2، يبقى عندي هنا الناتج عندي هنا هاخد الi to the power 4 منها عشان يبقى ايكوال 1، هيبقى الباقي i to the power 2. i to the power 2 بنيجاتيف 1، فنقول هنا نيجاتيف 1 تايمز 4 ايكوال نيجاتيف 4. يبقى انا عندي هنا هنقول 1 ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 1. بالبراكت الاولاني هيكون ايكوال نيجاتيف 1، طبعا عندي هنا الثاني هنقول هنا 2 ونيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 2، يبقى الناتج عندي هيكون ايكوال نيجاتيف 2 بلس 3 اي. تعالوا بقى نعمل التايمز. في التايمز عندي هنقول هنا نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال بوزيتيف 2، ونيجاتيف 1 تايمز بوزيتيف 3 اي هتبقى ايكوال نيجاتيف 3 اي، يبقى الاجابه عندي هنا هتكون 2 ماينس 3 اي. كام؟ 2-3a 3i. تعالوا ناخد مثال تاني ونشوف حله هيكون ازاي. But each of the following in the form of a plus bi where a and b are real numbers. هناخد اول سؤال هنا بيقول لي ايه فيه؟ قال لي هنا 4-5i اللي هو دوت divided by 7i. ديت عشان احلها لازم استخدم الكونجوجات، يعني ما ينفعش عندي في الدينوميتور يكون في عندي هنا كومبلكس نمبر، فلازم نعمل تايمز الكونجوجات بتاعه. وتايمز الكونجوجات بتاعه احنا قلنا بنغير الساين بتاعت الايمجينري بارت. الايمجينري بارت عندي هنا اللي هو دوت 7i، فهغير الساين بتاعته هتبقى نيجاتيف 7i. طبعا عملت هنا في الدينوميتور كده لازم النوميتور برضه عشان يبقى الناتج ايكوال 1، يعني ده ديفايد باي ده ايكوال 1 كاني ما عملتش اي حاجه. طيب نيجي نعمل الملتبلاينج العادي، فنقول هنا 7i تايمز نيجاتيف 7i يبقى ايكوال نيجاتيف 49i باور 2. طيب نيجاتيف 7i تايمز ال 4 ايكوال نيجاتيف 28i.
طب و negative 7 times negative 5i بيكوال positive 35i بور 2. طيب تعالوا نبسطها اكتر من كده شوية. انا عندي هنا الاي بور to the power 2 بنيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 49 يبقى ايكوال بوزيتيف 49. عندي هنا نيجاتيف 28i و بلس 35 اي تو ذا باور 2. طب اي تو ذا باور 2 بنيجاتيف 1 فهتبقى عندي هنا نيجاتيف 35. اكتب يفضل ان انا اكتب الريال بارت الاول وبعده الايميجينري بارت، يبقى عندي هنا نيجاتيف 28i. طيب هنا من هنا ممكن اخد هايست كومن فاكتور، يعني عندي هنا 35 و 28 ممكن اخد عندي هنا ال 7 هايست كومن فاكتور، فبيتبقى لي هنا كده نقول نيجاتيف 35 ديفايدد باي 7 ايكوال نيجاتيف 5، وهنا ماينس 28 ديفايدد باي 7 ايكوال 4i ديفايدد باي 49. طيب ليه انا عملت كده؟ عشان اقدر اعمل سمبلس فورم اقول ديفايدد باي 7 ايكوال 1 ديفايدد باي 7 ايكوال 7، فيبقى الناتج عندي هنا هجزئه هنا نيجاتيف 5 ديفايدد باي 7 ونيجاتيف 4i ديفايدد باي 7، فنقول الناتج ايكوال اهوت يبقى نيجاتيف 5 ديفايدد باي 7 ماينس 4 اوفر 7i، ويبقى عندي هنا دوت الحل بتاعي بعد السمبلست فورم. يبقى ده الحل بتاعي بعد ايه؟ بعد السمبلست فورم. تعالوا ناخد سؤال تاني. 26 ديفايدد باي 3 ماينس 2. هنا هنعمل تايمز الكونجوجات، الكونجوجات اوف ذا دينومينيتور، فبنقول هنا 3 ماينس 2i فهيبقى عندي هنا 3 بلس 2i، بنغير بس الساين بتاعه الايميجري بارت، يبقى اللي فوق زيها 3 بلس 2i. وتعالوا هنا نعمل الملتيبلاينج بتاعنا عادي، فبنقول هنا طبعا ده الكونجوجات بتاع ده مفيش ميدل ترم، ف 3 تايمز 3 ايكوال 9، وعندي هنا 2i تايمز نيجاتيف 2i بنيجاتيف 4i باور 2، وعندي هنا نيجي نقول 26 تايمز 3 بلس 2i. وما نستعجلش لما الاقي بره عندي هنا ريال نمبر ما استعجلش ان انا اعمل ملتيبلاينج بتاعي، اصبر شويه. طب ليه؟ لان انا ممكن اعمله سمبلست فورم مع اللي تحت. طيب بنقول هنا ايكوال، هكتبه برضو زي ما هو اهوت، مش هنعمل الملتيبلاينج بتاعنا، يبقى 3 بلس 2i، ونقول هنا الاي باور 2 بنيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 4 يبقى ايكوال بوزيتيف 4، يبقى عندك هنا 9 بلس بوزيتيف 4 يبقى ايكوال 13 اهوت. نعمل بقى شوف هنا 13 وهنا 26، نقول ديفايدد باي 13 ايكوال 1 ديفايدد باي 13 ايكوال 2، فيبقى الناتج عندي هنا 2 تايمز 3 ايكوال 6 و2 تايمز 2i ايكوال 4i، يبقى عندي هنا الناتج هيكون ايكوال 6 بلس 4i. طيب احنا خدنا الافكار ديت، تعالوا بقى ناخد فكره تانيه خالص، يعني ناخد بعض الافكار التانيه الجديده اللي عندي. هنا بيقول لي طبعا ديت نفس الافكار، بنعمل تايمز الكونجوجات عادي مفيش مشكله، ولو جينا هنا على مثلا نمبر 8 ديت ما نتخضش لما نشوف مساله كبيره زي كده، بل بالعكس ده حلها سهل جدا. طب تعالوا نحلها مع بعض ونشوف. نمبر 8 عندي قال لي هنا 1 بلس i بلس 2i بور 2 بلس 2i بور 3 ديفايدد باي، عندي هنا 1 ماينس 5i بلس 3i بور 2 ماينس 3i بور 3. طيب ديت لازم اعمل لها سمبلست فورم الاول قبل ما ادور على الكونجوجات والكلام ده كله، لازم اعمل سمبلست فورم. طب السمبلست فورم بيجي ازاي؟ اولا تعال نكتبها مع بعض اهوت عادي، ونعمل سمبلست فورم واحنا ماشيين. هنا قال لي 1 فبكتب ال 1 بلس i بلس i. طب فين السمبلست فورم اللي احنا بنعمله؟ اصبر، عندي هنا دوت 2i باور 2، طب الاي باور 2 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 2 ايكوال نيجاتيف 2، ادي اول سمبلست فورم عندهم. طب اللي بعدها قال لي 2i تو ذا باور 3، طب i تو ذا باور 3 احنا عارفين ان هي ايكوال نيجاتيف i، يبقى عندي هنا ديت بدل ما هتبقى 2i تو ذا باور 3 هتبقى 2 نيجاتيف 2i. تمام؟ طيب تعالى لتحت نقول هنا 1 ماينس 5i، هنا i to the power 2 بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 3، عند هنا i to the power 3 بنيجاتيف i تايمز نيجاتيف 3 يبقى ايكوال بوزيتيف 3i. تعالى عندي هنا ناخد اللايك تيرمز مع بعضيها، يعني الحدود المتشابهه مع بعض. انا عندي هنا 1 نيجاتيف 2 يبقى ايكوال نيجاتيف 1، وعندي هنا i ونيجاتيف 2i يبقى ايكوال نيجاتيف i. تمام؟
طيب وعندي هنا نيجي نقول 1 ونيجاتيف 3 يبقى ايكوال نيجاتيف 2. عندي نيجاتيف 5i وبوزيتيف 3i يبقى ايكوال نيجاتيف 2i. طيب انا كده بقى ده شكلها عندي اهوت بقى الشكل ده موجود عندي. هنا اقدر اعمل تايمز الكونجوجيت بتاعي وانا مرتاح. طب انا عندي هنا لما بنيجي نقول ايكوال اهوت هاخد اهوت نيجاتيف 1 ماينس i ديفايدد باي نيجاتيف 2 ماينس 2i. هنعمل تايمز الكونجوجيت. الكونجوجيت ماليش علاقه بالساين بتاعت الريال بارت، بنقول هنا بس نغير ديت. يبقى عندي هنا نيجاتيف 2 وعندي هنا بلس 2i، يبقى عندي هنا نفسها نيجاتيف 2 بلس 2i. تعال نعمل التايمز بتاعنا، نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال بوزيتيف 4، وعندي هنا نيجاتيف 2i تايمز بوزيتيف 2i ايكوال نيجاتيف 4i بور 2. طيب اللي فوق هنقول هنا نيجاتيف 1. باجي اعمل هنا الملتبلاين بتاعي ازاي؟ يعني بنقول هنا الاول تايمز الاول والاخير تايمز الاخير. طب والميدل تيرم عندي هنا المينز والاكستريمز مع بعض ونشوف الناتج بتاعهم ايه. فبقول هنا نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال بوزيتيف 2. تمام؟ طيب وعندي هنا النيجاتيف اي تايمز بوزيتيف 2i يبقى ايكوال نيجاتيف 2i بور 2. طب تعال ناخد الميز مع بعض. عندي هنا ديت اي ونيجاتيف 2i يبقى ايكوال نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف اي يبقى ايكوال بوزيتيف 2i. وعندي هنا 2i تايمز نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف 2i. يبقى عندي هنا ابص الاقي دوت ايكوال 0. يبقى عندي هنا الميدل تيرم عندي هيبقى ايكوال 0. تعالوا بقى نصفيها يبقى مفيش هنا ده ايكوال 0. طيب نقول هنا ديت نيجاتيف 4i to the power 2 يبقى الi to the power 2 بنيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 4 ايكوال بوزيتيف 4. فيبقى عندي هنا 4 بلس 4 ايكوال 8 اكتبها. وعندي هنا اللي فوق عندي هنا i to the power 2 تايمز نيجاتيف 2 يبقى ايكوال بوزيتيف 2. بوزيتيف 2 and 2 يبقى ايكوال 4. يبقى الناتج عندي هنا 4 over 8 يعني ايكوال كام؟ يعني ايكوال هاف. يبقى الناتج عندي هنا طلع ايكوال كام؟ ايكوال هاف. وطبعا ده الناتج عندي. شفنا مسألة كأنها طويلة جدا ولكن هي سهلة جدا في الحل، مفيش أي مشكلة. يبقى منخافش من أي مسألة تكون طويلة بالشكل دوت. solve each of the following equation. يبقى عندي هنا عايزني أحل الإكويجن اللي عندي. طيب إحنا هناخد بس تو إكويجن نشوف طريقتين مختلفتين للحل. تمام؟ يعني عندي هنا أول حاجة قال لي هناخد نمبر 1 ونمبر 3. هنا بيقول لي إيه؟ قال لي في نمبر 1 3 x to the power 2 plus 12 equals 0. هنا قال لي solve each of the following equations in the set of complex numbers. complex numbers اللي احنا بنروز لها بالرمز c. طيب دي لما بنيجي نحلها بنحلها ازاي؟ اولا انا عندي هنا 3x to the power 2 plus 12 equals 0. يعني انا عندي هنا ال 3 ممكن اتخلص منها، يعني ممكن اقول هنا divided by 3 لان ال 3 هنا دي ال 3 divisible by 3 وال 12 برضه ديفيزبل باي 3 وعندي هنا الزيرو برضه ديفيزبل باي 3. فنقول هنا ال 3 راحت مع ال 3 يبقى عندي هنا اكس بور 2 بلس 12 ديفيزبل باي 3 ايكوال 4 وعندي هنا الزيرو ديفيزبل باي 3 ايكوال 0. طيب انا لو وديت ال 4 الناحيه الثانيه لان طبعا دوت لا يمكن ان احنا نعمل لها فاكتورايزيشن لان دوت عندي هنا دوت بوزيتيف. يعني لو كان ديفرنس بتوين تو سكوير، يعني لو كان ده سكويرد وده سكويرد وفي بينهم وبين بعض نيجاتيف او ديفرنس، فهنقول هنا اهوت ان احنا هنعمل ديفرنس بتوين تو سكوير. لكن هنا ما ينفعش، فهعدل 4 الناحيه الثانيه تبقى بالنيجاتيف. يبقى عندي هنا اكس بور 2 ايكوال نيجاتيف 4. طب انا عايز الاكس بس، يبقى الاكس بس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت للنيجاتيف 4. الله، وفي سكوير روت للنيجاتيف 4 مع الكومبلكس نمبر في، احنا قلنا النيجاتيف نطلعها بره باي، يبقى عندي هنا هيكون بوزيتيف اور نيجاتيف 2i. يبقى عندي دوت السوليوشن ست اللي عندي. تمام؟ قال لي ايه في نمبر 3؟ بيقول لي ان اهوت ان ال x بور 2 ماينس 4x بلس 5 ايكوال 0. طب تعالوا نشوف ديت نحلها. انا لو جيت اعمل فاكتورايزيشن طبعا هيبقى صعب عندي جدا ان انا اعمل فاكتورايزيشن، لان انا باجي ابص على اول حاجه عندي هنا اللاست تيرم اللي هو ال 5، فبدور عندي هنا عن تو نمبرز ذير برودكت ايكوال 5 and their sum equal 4. طبعا ده صعب جدا ان انا طبعا عارف ان ال 5 عندي برايم نمبر اصلا ومفيش غير 1 تايمز 5. طب 1 تايمز 5 ايكوال 5، طب 1 بلس 5 ايكوال 6 وعندي ده 4. طيب ادام صعب جدا ان احنا نحلها بالفاكتورايزيشن يبقى لازم ادور على الجنرال فورمولا. ايه هو الجنرال فورمولا؟ نكتب القانون عندي هنا بس على جنب نفكركم بيه. بيقول لي هنا x ايكوال نيجاتيف b
positive or negative square root لل b power 2 minus 4ac divided by 2a. طيب لما باجي احل مسألة زي كده طبعا انا عارف الـ a، برضه افكركم بالـ general form of equations. لو قلت هنا ax power 2 plus bx plus c equals 0، عندي هنا معروف ان الـ a طبعا ده الـ coefficient of x power 2، الـ b الـ coefficient of x، والـ c ده الـ absolute term. طيب اجي على جنب بس اجيبهم اهوت عشان بس ابقى عارفهم في الايكويشن بتاعتي الاصليه. يبقى عندي هنا الاي هيكون ايكوال 1 لان الكوفيشنت اوف اكس بور 2 ايكوال 1، الكوفيشنت اوف اكس اللي هو البي ايكوال نيجاتيف 4. يا ريت حد هنا ما يقوليش 4، لا انا باخدها بالساين بتاعتها نيجاتيف، لان طبعا عندي هنا مهم جدا ان انا اخد كل حاجه انا عايزها بالساين بتاعتها. طيب السي عندي هنا هيكون ايكوال كام؟ ايكوال 5. طيب نيجي نطبق القانون بتاعنا اللي هو دوت. فبنقول هنا x equal negative b يبقى negative negative 4 يبقى positive 4. تمام، positive or negative، positive or negative. وقول هنا square root هوت b power 2 اللي هي negative 4 power 2، ويريد تحطها between brackets كده لان انا بعوض عن b كلها، فالb كلها negative 4. لو حد ما حطهاش between brackets زي كده وجيت اقول power 2 فهتطلع معاك negative 16 مش هتطلع positive 16. طيب وبعدين اقول هنا ماينس، وبرده افتح براكتس هنا واقول هنا 4 تايمز الاي اللي هي ب 1 تايمز السي اللي هي ب 5، واقفل البراكت بتاعي، وطبعا ده لازم يبقى جاي تحتها كده. طيب نقول هنا 2 تايمز الاي اللي هي ب 1 ايكوال، نقول هنا 4 بوزيتيف اور نيجاتيف. البوزيتيف اور نيجاتيف دي تفضل معايا للاخر لغايه ما يطلع لها قيمه. تمام، بنقول هنا اهوت النيجاتيف 4 تو ذا باور 2 على الكالكوليتر هتطلع معاك ب 16، ماينس هنا 4 تايمز 1 ايكوال 4 تايمز 5 ايكوال 20، يبقى عندي هنا نيجاتيف 20 ديفايد 2 تايمز 1 ايكوال 2. طيب ايكوال اهوت، عندي هنا نقول ايه 4 بوزيتيف اور نيجاتيف، سكوير روت لمين؟ للنيجاتيف 4 ديفايدد باي مين؟ ديفايدد باي 2. طب احنا لسه متفقين النيجاتيف تطلع بره السكوير روت باي وال4 ب2، يبقى عندي هنا 4 بوزيتيف اور نيجاتيف، عندي هنا 2i تمام ديفايد باي 2. لو خدت 2 هاي كومن فاكتور اهوت، يبقى 4 ديفايد باي 2 ايكوال 2 بوزيتيف اور نيجاتيف i ديفايد باي 2، ال2 هتروح مع ال2، يبقى مره عندي هنقول هنا 2 بلس i ده الروت الاولاني، والروت الثاني هيكون عندي هنا 2 ماينس الi. يبقى عندي هنا سوليوشن سيت هيبقى عندي هنا 2 بلس اي، وعندي هنا 2 ماينس اي. ده اللي احنا اخدناه. هنيجي هنا بس ناخد فكره تانية خالص جديده شويه. بيقول لي هنا find the value of x and y that satisfy each of the following equation. طيب هناخد بس مساله واحده منها نفهم الحكايه ايه هي، وبعدين نحل تشوز مع بعض. هنا بيقول لي ايه؟ قال لي x plus y i ده طبعا left hand side equal right hand side اللي هو 3 plus 2 i plus عندي هنا 2 minus i. انا عندي هنا طريقة الحل بتعتمد على حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ ان انا عندي هنا في 2 sides left hand side و right hand side، تتوقف على ايه؟ ان انا عندي هنا real part هيكون equal real part هنا، والimaginary part هيكون equal imaginary part. طيب بس انا عندي هنا الدنيا متكعبله، مفيش لا imaginary part ولا real part، انا هرتبه. يبقى انا بسيب left hand side زي ما هو وابتدي احل دوت عندي هنا. فبنقول equal ده plus عادي، فبنقول هنا هوت 3 plus 2i plus عندي هنا 2 minus i. فباخد هنا نقول هنا 3 plus 2 equal 5، خدت ال real part مع real part، والimaginary part هيكون مع الimaginary part 2i ونيجاتيف i، يبقى عندي هنا هيكون بوزيتيف i. طيب هيكون الـ x equal كام؟ الـ x عندي هنا هيكون equal اللي هو real part، لأن الـ x هنا في real part، نقول هنا equal 5، وعندي هنا الـ y اللي هو الـ coefficient of i هيكون نفس الـ coefficient of i اللي هو هنا equal كام؟ equal 1، يبقى الـ y عندي هنا بـ 1، وعندي هنا الـ x equal كام؟ equal 5. طيب بكده احنا خلصنا معظم الافكار ديت. تعالوا بقى ناخد اللي هو الفكره الثانيه خالص اللي هو عندي هنا. هنحل تشوز مع بعض وهنحله كده نظري بسرعه، لو في مساله محتاجه كتابه هنكتبها مع بعض بحيث ان احنا نشوف كل الافكار مع بعض دلوقتي. طيب اول سؤال في التشوز بيقول لي هنا the conjugate of the number 3i minus 4
احنا قلنا عندي هنا احنا بنغير الساين بتاعت مين؟ بتاعت عندي الايميجنري بارت اللي هو السي اي. هنا بيلخبطني، انا حاول يجيب لي دي الاول وده بعدها، لا انا ما يهمنيش يجيب لي دي الاول يجيب لي دي الاول، انا بغير الساين بتاعت ديت والريال بارت بيفضل زي ما هو. هيبقى عندي هنا نيجاتيف سي اي نيجاتيف 4 اللي هي لتر بي، يبقى نيجاتيف سي اي نيجاتيف 4 هي ديت الاجابه. طيب اللي بعدها بيقول لي ذا اديتيف انفيرس اوف ذا كومبلكس نمبر 4 ماينس 7 اي. انا عندي هنا الكومبلكس نمبر او اني نمبر الاديتيف انفيرس بتاعه بغير السين كله، يعني بغير السين بتاعته بنعمل تايمز نيجاتيف، يعني لو هو بوزيتيف بنعمل تايمز نيجاتيف. طب فرضنا هو كان نيجاتيف برضه بنعمل تايمز نيجاتيف فبغير السين كلها. فلو هنا نيجاتيف تايمز 4 ايكوال نيجاتيف 4 ونيجاتيف تايمز نيجاتيف 7 اي بيبقى بوزيتيف 7 اي، يبقى نيجاتيف 4 بلس 7 اي، يبقى نيجاتيف 4 بلس 7 اي اللي هي لتر بي. تعالوا اللي بعدها، قال لي هنا 1 بلس اي بلس اي تو ذا باور 2 بلس اي تو ذا باور 3 بلس اي تو ذا باور 4. طب تعالوا نبص دي مع بعض كده، انا عندي هنا ال1 تمام اوكي، عندي هنا ديت اي تمام. طيب عندي هنا الاي تو ذا باور 2 بنيجاتيف 1، يبقى النيجاتيف 1 راحت مع البوزيتيف 1، دي راحت مع دي. طب اللي بعدها اي تو ذا باور 3 يعني نيجاتيف اي، طب نيجاتيف اي راحت مع الاي يبقى دي راحت مع دي، يتبقى ال i to the power 4. طب i to the power 4 ب 1 خلاص، يبقى الاجابه عندي هتكون ايه؟ لتر سي اللي هي 1. تعالوا السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده نمبر 4 بيقول لي هنا 12 بلس 3 i equal 4 b minus 27 i، عايز هنا a بلس b. طيب ديت حاجه بس خفيفه بس هنكتبها عندي هنا بس عشان ايه تبقى واضحه مع بعض. احنا قلنا عندي هنا الريال بارت ايكوال ريال بارت والايمجري بارت ايكوال ايمجري بارت، فانا عندي هنا الريال بارت عندي هنا 12، طب ال 12 ديت قصادها مين الناحيه الثانيه اللي هي ال 4 بي. طب انا عايز البي، يبقى نعمل ديفايدد باي 4، هنا ديفايدد باي 4 يبقى عندي هنا البي هتكون ايكوال 3. طبعا 4 راحت مع ال 4، 12 ديفايدد باي 4 ايكوال 3. طيب ناخد الايمجري بارت، الايمجري بارت عندي هنا قال لي 3 اي، يبقى ال 3 اي ايكوال عندي هنا نيجاتيف 27. طيب اهو ال 3 اي اللي هو الكوفيشنت اوف اي ايكوال نيجاتيف 27 اللي هو الكوفيشنت اوف اي الناحيه الثانيه. طب نعمل ديفايدد باي 3، هنا ديفايدد باي 3 يبقى الاي عندي هنا ايكوال نيجاتيف 9. طيب والله هو مش عايز ولا الاي ولا البي، ده هو عايز اي بلس بي، عايز اي بلس بي. طب انا عندي هنا الاي، نعمل سبستيوشن التعويض بتاعه هو الاي بنيجاتيف 9، طب والبي ب 3، يبقى عندي هنا نيجاتيف 9 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 6، يبقى الاجابه عندي هتكون نيجاتيف 6 اللي هي لتر سي. طيب هنا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ذا كونجوجيت اوف ذا نمبر نيجاتيف 8. طب النيجاتيف 8 عندي هنا ده ريال بارت، انا بغير الساين بتاعت مين؟ بغير الساين بتاعت الايمجينري بارت، والايمجينري بارت مش موجود، فيبقى عندي هنا الكونجوجيت بتاعها هو نفسه نيجاتيف 8، يبقى نيجاتيف 8 الكونجوجيت بتاعها نيجاتيف 8 اللي هي لتر سي. بيقول لي هنا which of the following is an imaginary number، مين فيهم الايمجينري نمبر؟ لو جينا عندي هنا عند الباي، الباي طبعا ده الريشنال نمبر، احنا عارفين ان الباي الريشنال تمام. طيب لو جيت بعد كده وقال لي هنا السكوره الفايف، سكوره الفايف دوت انا عارف ان هنا سكوره الفايف دوت برضو الريشنال نمبر. طيب سكوره للنيجاتيف 5 ادام في سكوره وتحتها نيجاتيف، طب يبقى عندي هنا سكوره للنيجاتيف 5 ده خلاص يبقى عندي دوت اللي هو الايمجينري نمبر. حتى الاي تو ذا باور 2 اللي يقول لي ايمجينري نمبر هقول له لا والله ده الاي تو ذا باور 2 بنيجاتيف 1، يبقى عندي هنا اللي سالني ايمجينري بارت يبقى او ايمجينري نمبر سوري، هنقول هنا نيجاتيف سكوره للنيجاتيف 5 يبقى هو دوت الايمجينري نمبر. طيب نيجي على اللي بعدها، بيقول لي في اللي بعدها هنا 5 اي تو ذا باور 7 بلس 4 اي تو ذا باور نيجاتيف 1 ايكوال ايكوال كام؟ ديت لازم تتحل. طب تعال نحلها مع بعض نشوف هتتحل ازاي. هنقول اهوت 5 i to the power 7 plus 4 i to the power negative 1. i to the power 7 عبارة عن i to the power 4 times i to the power 3، ف i to the power 3 يعني negative i، فيبقى عندي الناتج هيكون equal negative 5 i. طيب plus عندي هنا ال 4 اهوت i to the power negative 1 هعملها times i to the power 4. طب ليه عملت اي تو ذا باور 4؟ عشان عندي هنا اضيع النيجاتيف ديت، فيبقى الناتج عندي هنا نيجاتيف 5 اي، وعندي هنا
الناتج بلس 4i to the power 3. تعالوا نجمع كده مع بعض الباور نعمل لهم اديشن، يبقى عندي هنا 4 بلس نيجاتيف 1 ايكوال 3. طيب ما هو ال i to the power 3 بنيجاتيف i، يبقى عندي هنا هتبقى نيجاتيف 5i نيجاتيف 4i. طب دول زير سام ايكوال كام؟ عندي هنا نيجاتيف 5i ونيجاتيف 4i يبقى ايكوال نيجاتيف 9i، ونختارها من عندي هنا لتر سي. يبقى الاجابه اللي عندي هنا ديت لتر سي. ناخد السؤال نمبر 8 في تشوز. قال لي 1 بلس اي تو ذا باور 4 تايمز 1 ماينس اي تو ذا باور 7 ايكوال اكس بلس واي اي زين اكس بلس واي. ديت برضو اكويجن ولازم تتحل. يبقى عندي هنا بيقول لي اهوت 1 بلس اي تو ذا باور 4 تايمز عندي هنا 1 ماينس اي تو ذا باور 7 ايكوال اكس بلس واي اي. هو عايز مين؟ عايز الاكس بلس واي. تعالوا بس نطلع الاول الفاليو اوف اكس والفاليو اوف واي ونشوفها مع بعض هتدينا ايه. هنقول هنا هو 1 بلس اي تو ذا باور 4 ب 1. طيب عندي هنا 1 ماينس اي تو ذا باور 7. اي تو ذا باور 7 قلنا عباره عن اي تو ذا باور 4 تايمز اي تو ذا باور 3. طب اي تو ذا باور 4 ب 1 اي تو ذا باور 3 بنيجاتيف اي، يبقى الناتج عندي هنا ماينس نيجاتيف اي، يبقى عندي هنا 1 بلس اي ايكوال اكس بلس واي اي. طب هنا 1 بلس 1 ايكوال 2، فهنقول هنا 2 تايمز 1 ايكوال 2، 2 تايمز اي ايكوال 2 اي، ده اكس بلس واي اي. يبقى عندي هنا الاكس هتطلع ب 2 والواي زيها ب 2. طب هو عايز مين؟ عايز الاكس بلس واي، يعني 2 بلس 2 ايكوال 4. تعالوا نشوف السؤال الاخير. السؤال الاخير هنا بيقول لي if x and y are real numbers and x plus y i equal i to the power 43 plus 3 square root لل a للنيجاتيف 4، وعايز هنا برضو الاكس بلس واي. طب ناخد عندي هنا الايكويشن نكتبها، يبقى عندي هنا x بلس y i equal i to the power 43 بلس عندي هنا 3 وقال لي هنا سكورة لمين؟ للنيجاتيف 4. عايز الاكس بلس 4. طيب نحل ديت، يبقى عندي هنا الاكس بلس واي اللي هو الليفت هاند سايد اهوت، تمام، اي ايكوال اي تو ذا باور 43 عباره عندي هنا عن اي تو ذا باور 40 تايمز اي تو ذا باور 3. اي تو ذا باور 3 اللي بقى يالي بنيجاتيف اي بلس هنا 3 تايمز مين؟ النيجاتيف 4 تطلع من تحت السكور روت، قلنا ال 4 هتطلع ب 2 والنيجاتيف هتطلع ب i، فيطلع عندي هنا 2 i، تمام؟ طيب نقول هنا نيجاتيف i وعندي هنا 2 تايمز 3 ايكوال 6، يبقى 6 بلس 6 i. طيب نيجاتيف i وبوزيتيف 6 i، يبقى الناتج عندي هيكون ايكوال كام؟ هيكون ايكوال نيجاتيف، سوري، هيكون بوزيتيف 5 i، هيكون بوزيتيف 5i، تمام؟ طيب انا عندي هنا الـ x plus y i، عندي الـ x مش معروفة، الـ x عندي هنا الـ real part مش موجود، يبقى الـ real part الـ x هتكون equal 0. طب والـ y هتكون equal 5. طب انا عندي هنا الـ x plus y، يعني 0 plus 5 equal كام؟ equal 5. يبقى الناتج عندي هنختار 5 اللي هي letter b. وبكده ان شاء الله باذن يكون خلصنا معظم الافكار بتاعه الدرس دوت. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا، وان شاء الله باذن نتقابل على خير في حلقه تانية ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكم.